أرحب بكم في مستهل لقائنا المتجدد مع برنامجكم دعوة إلى الحوار. أنا شخصيا دعني أتحدث عن الرياض. أنا بتقديري بأنه الإنسان تبنيه أسرة لأنها هي الخلية، مهمة الدولة أن توفر له التعليم، أن توفر له الغذاء، أن توفر له الكثير من المزايا تحت ظلكم بشكل. لا أقول الظل، أقول تحت اليافطة، يعني مكتوب يافطة وزارة الطاقة. طيب ما هو موقع الكتاب وليست الظل؟ نعم تحت أضوائكم ولا أن نقيم معها أي حوار ثقافي أخر. وتعليقك على أنك الآن لا تستطيع أن تقيم علاقة مع امرأة تعاني من أمنية سياسية أو لم تقرأ كتابا في عمرها، هذا دليل على أنك عندما تنظر إلى المرأة فأنت لا تنظر إلى المرأة كشكليات وجسد. ابني سنة ونص ممنوع من الغناء في المنعب. ملف الثقافة السورية من أعقد ما يواجهنا على مدى المشهد، لتلونه واختلافه، تشابكه وضبابه. مثقفون يحيون خارج الحياة الحقيقية، وآخرون يظنون أنهم يصنعون المشهد الثقافي بما يدفعون به إلى المطابع، وما يشغلون به وقتهم ووقت الدولة من عمل لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن الجميع ساهم في صنع اللحظة الثقافية التي نحن عليها. رياض نعسان أغا أحد هؤلاء، كتب وقرأ وعاش في مناخات متقلبة، وترحل ما بين المسافات كي لا يكون على حال يمكننا معه أن نسأله كل ما سألناه إياه في الدقائق الخمسين التالية. نحاول في الآتي من الوقت التأسيس لحوار مختلف مع وزير، والتأسيس أيضا للغة مختلفة مع مسؤول لا بد أن يسأله أحد نعرفه أكثر، ونتقدم خطوات باتجاه الجدل، ليترك الوزير رياض تارة ويجاري جدالنا، وليغادر رياض الوزير تارة أخرى، لا لنستهدف الرجل بل لنستكشف المزيد من العلامات الفارقة في حياتنا السورية. أمامي الآن مشهدان، مشهد بالأبيض والأسود والآخر ملون. الأول محمد كردعلي، أول وزير ثقافة سوري عام 1918، أسس مجمع اللغة العربية، والثاني الدكتور رياض نعسان أغا، أنت ما الذي أسسته؟ طبعا هو الذي أسس مجمع اللغة العربية لكي نكون منصفين، هو والد بدوي الجبل، هو الجيل الذي وضع الأسس الأساسية. محمد كردعلي له فضل في كتابة التاريخ وله فضل في الإعلام. أما التأسيس بمعنى تأسيس الوزارة، هذا التأسيس كما تعلم حصل في الخمسينيات، يعني متى ولدت هذه الوزارة. أما حكومة الركابي الأولى التي تحدث عنها وحكومات الملك فيصل، فكانت تحاول إنشاء دولة وأنشأت دولة. طبعا أنت تتحدث الآن عن محمد كردعلي بصفته شارك في الحكومة، نعم الحكومة الأولى السورية، نعم، ولكن في دولة سورية هذا لا يعني لا يشكل في رصيده إلا القليل، لأن الحكومة كلها في ذاك الوقت كانت حكومة بدئية، يعني حكومة ريادة تحاول أن تنهض بوطن اسمه سوريا لم يكن متكونا آنذاك بشكله الطبيعي. كانت سوريا تضم الأردن وتضم حتى فلسطين. أجزاء من لبنان وأجزاء من فلسطين حسب ما كانت عليه
خرائط ما كان يسمى المتصرفيات التي تتبع للأستانة. هذا التكون مهم، ولكن لا هو لا يشكل هو وحده رصيد محمد كردعلي. محمد كردعلي هو يعني من وضع الخطة، خطط ما يتم تسميته خطط الشام. دكتور رياض نعسان آغا، وزير الثقافة الحالي في سوريا، نعم، ما الذي أسسته حتى الآن؟ يعني نحن في وزارة الثقافة نتابع عمل من سبقنا. نحن دولة نعمل ضمن خطة. الآن لدينا مثلا، أنا جئت على الوزارة وهناك لدى الدولة الخطة الخمسية العاشرة. مهمتي متابعة تنفيذ هذه الخطة، لا أستطيع أن أؤسس خارج إطار هذه الخطة. الذي أقدمه هو ربما زركشات على اللوحة. أولا، هذه الوزارة تعاقب عليها عدد كبير من الوزراء، بعضهم كان له فضل بأنه وضع رؤية. جئت لكي أتابع ما عملوا، وأرجو أن لا أكون قد قصرت عما فعلوا أو قد خيبت آمالهم فيما كانوا يريدون فعله. ربما كان لي دور بسيط في أنني يعني تمكنت من إحياء بعض الطقوس الفنية. يعني مثلا أستطيع أن ألزم بأنني تحمست لإقامة مهرجان الشباب المسرحي. هذا لم يكن يعني قائما في الوزارة يوم تسلمتها، وحرصت من خلال هذا المهرجان أن يلتم الشباب مرة أخرى في سوريا حول المسرح. والآن كما ترى المهرجان يستعد لدورته الرابعة، لأنه هو يعني أنا لي في الوزارة أقل من 3 سنوات حتى الآن. صحيح. ولكنه يستشرف الدورة الرابعة. إذن أقمنا ثلاثة مهرجانات. يعني نحن من الممكن أن نتحدث عن تفاصيل كثيرة. نعم، أيضا يعني حاولت أن أؤسس مسرح قومي في 6 محافظات لم تكن فيها مسارح قومية. يعني أنا لا أريد أن أقول إنها إنجازات، إنها إنجازات وخطة، إنها رؤية. وأيضا استطعت يعني أن أفعل هذه الأشياء التي أرضى عنها، أن أؤسس صحافة جديدة للوزارة مثل شرفات لعلك تستعرضها، ومجلة الخيال العلمي سنتحدث عنها. والآن ستجد مجلة جديدة فكرية أفكار، وستجد يعني محاولة ربما لإحياء جديد لمهرجان الفنون الشعبي. هذا المهرجان كان موجودا. في أستاذ هنا في وزارة الثقافة توفي أظن رحمه الله، الأستاذ حمامية أو حمامة، هذا الرجل هو الذي انتدبني لأنه سمعني مرة على مسرح مدرسي فقال رياض اطلع أنت على المسرح وقدم الحفل. وقدمت الحفل، ربما كان أول حفل خارج إطار المدرسة أقدمه، وكان على الإذاعة والتلفزيون. هذا المهرجان افتقدته. الآن أسسنا أكثر من 14 فرقة للفنون الشعبية. يعني سنصل إلى هذه التفاصيل، لكن هذه أمور عادية. أنت ذكرتني بشخص، يعني وزير الثقافة شخصيا لا يعرف إذا كان موجود أم لا، هو حمامي أو حمامية، وأنا شخصيا أنا نسيت، لا أعرف لأنه العائلة. هذا الرجل، هذا الرجل في حمامية في حلب وفي حمامي في دمشق. نعم. هذا الرجل في وثائق وزارة الثقافة، نعم، قام، نعم، في بداية السبعينيات بجمع التراث الموسيقي السوري من كل المناطق. أنا بعرفه جدا. هذا التراث الموسيقي المجموع ضاع. لا، ما هو ليس موجودا في وزارة الثقافة. إذا سألت أي أحد الآن في وزارة الثقافة لن يعرف مكانه، لأنه كانوا يشتغلوا بشخصانية. يعني عندما ينتهي الموظف يأخذ أوراقه معه إلى البيت. يعني انتهى المشروع بغياب حمامي. لا، لم ينتهي الآن المشروع، كله موثق، يعني ليس ضائعا. المشروع موثق لأنه الآن عندنا نحن لجنة ضخمة وكبيرة اسمها، يعني هي لجنة السجل الوطني للتراث اللامادي، ولدينا جمع كبير لكل وثائق الموسيقى والفنون الشعبية. لكن الرجل هو كان خبيرا، ولا سيما في مسألة الأزياء. أنا طبعا أبحث في أوراقك، فوجدت أنه في إحدى لقاءاتك الصحفية قلت سيادة الوزير أنك لا ترى شيئا اسمه الثقافة السورية. نعم. ولكنك ترى ثقافة عربية. كيف تفسر لنا ذلك؟ يعني أنا يعني أليست الثقافة القومية هي مكونات؟ حزين لأننا في السياسة يعني عمليا بتنا نتحدث عن أقطار عربية وعن دول، فيجب على الثقافة ألا تعترف بذلك، لأن الثقافة عربية. يعني أنت الآن ممكن أن تجد ملامح، يعني كما تسمي برنامجك